المثير والتحدي الرائع. الشاهينية مشاهدينا متابعينا الكرام من تنطلق بناموس هذا الشوط بشعار سمو الشيخ حمدان براد المكتوم ومتابعة سيف بن عمير العميمي تليها مع المركز الثاني. أراد تسلل الانطلاق الواضح من بوتسوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومتابعة مسري بن سالم بالعرض الحميري. ننطلق مع المركز الثالث كي أرى التسلل الباين والملحوظ من بشاير لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ومتابعة الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد. بينما اذا انطلقنا مع المركز الثالث بأراريمه تتسلل في هذه اللحظات وتنطلق مع المركز الثالث لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم ومتابعه سعيد بن عبيد الحميري. ننطلق مع المركز الخامس من الجانب الاخر هملوله لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد ان هيان يمع بن عتيج الرميثي من اعلن هذا الانطلاق. ومع المركز السادس ننطلق مشاهدينا متابعينا الكرام وأرى في هذه اللحظات الشطوطية من بدأت تتسلل وتنطلق مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز السابع لسمو الشيخ سلطان بن خالد القاسمي وخاطر سيد من يتابع هذا الانطلاق. مع المركز السابع النقلة التالية مع المركز الثامن كي أرى التسلل أو سابع التحديات. نتابع الانطلاق المثير التحدي الجميل مع المركز السابع نتابع دمعه ومع المركز الثامن مراسيل والثنتين بشعار هجن العاصفة وانطلاق الواثق حمد بن راشد بن غدير. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز التاسع نتابع مشكوره التابعه لهجن الرياسه ومتابعه عيسى بن احمد بن مايد الخيلي. بينما اذا انطلقنا مع المركز العاشر بأرى التسلل في هذه اللحظات وأرى اللفات اللي بدت تتدخل في هذه اللحظات مع المركز العاشر لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم وانطلاقة عتيج بن سالم بالعرض الحميري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام ندان الأول الجولة الأولى مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط. ولكن لنا عودة مع الصدارة مع البداية مع المقدمة التحديات المثيرة مع الانطلاقات الرائعة في هذا المساء الجميل مع سن الإذاع سن الإمتاع. نعود مع المقدمة نتابع بداية هذا الشوط الصدارة والمقدمة وبوتسوغان على رأس الحرب لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم وعد مسري بن سالم بالعرض الحميري. بو حمد يتابع انطلاقة بوتسوغان يسير بالخبرة الطويلة في هذا العالم الساحر عالم الأصايل وينطلق مع بوتسوغان اللي يار الشوط منذ البداية. المركز الثاني أرى التحديات أيضا والانطلاق المثير من ريمة اللي تنطلق مع المركز الثاني لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم ومتابعة سعيد بن عبيد الحميري. ولكن الهجوم والتسلل الباين والملحوظ نتابع دمعه نتابع مراسيل اللي انطلقا بالمقدمه والصداره بالشعار هجن العاصفه ومتابعه الواثق حمد بن راشد بن غدير. الدور المركز الرابع رابع التحديات رهنية الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وانطلاقه سيف بن عمير العميمي من يتابع انطلاق الشاهينية مع المركز الرابع. خامس التحديات ريمة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم
ومتابعة السعيد بن عبيد الحميري. بينما انطلقنا مع المركز السادس، مع المركز السادس بأرهم الأولى، تنطلق مع المركز السادس لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آن الهيان، ومتابعة يمعة بن عتيج الرميثي. أعلن هذا الانطلاق المثير التحديات، التحديات جميلة مشاهدينا متابعينا الكرام. مع هذا الانطلاق المثير نتابع المركز السابع، نتابع المركز السابع، وأرد تسلل من بشاير لسمو الشيخ حمدان براد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد مضمرها. ومع المركز الثامن انطلاقة الشطوطية لسمو الشيخ سلطان بن خالد القاسمي وخاطر سيد يتابع هذا الانطلاق. مسير مشاهدينا متابعينا الكرام نتابع البقية، ولكن بنعود مع الصدارة، مع البداية، مع المقدمة. ننطلق مع مراسيل اللي انطلقت بناموس هذا الشوط مع الأداء المثير، مع الانطلاق الرائع. مراسيل والشعار هجن العاصفة، من ينطلق بالصدارة ينطلق مع المقدمة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، والشعار هجن العاصفة على المقدمة. ولكن بوتسوغان من الجانب الآخر لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، ومتابعة محمد مسري بن سالم بن عرضي الحميري، والمغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير والخطير. الصدارة والمقدمة والكوكبة ثنائية، ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء المثير. وتبادل المقدمة ما بين بوتسوغان ما بين مراسيل. المركز الثالث، أرهني دمعة، مع المركز الثالث التابع لهجن العاصفة يقدمها الواثق حمد بن راشد بن غدير. وريمة تاتي رابعا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، وانطلاقة سعيد بن عبيد الحميري. واللحظات، الأخيرة، التحديات المثيرة مشاهدينا متابعينا الكرام. مراسيل، اللي انطلقت بالمقدمة انطلقت بالصدارة في اللحظات الأخيرة في الأمتار النهائية. مراسيل على مقدمة هذا الشوط، ولكن بوتسوغان تحاول، محاولات جدية لانتزاع الصدارة، لانتزاع المقدمة، ولكن مراسيل قفلت على مجريات هذا الشوط. تهانينا، لهجن العاصفة ولمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز مراسيل بالمركز الأول. ولحظات، الوصول والاغتراب من خط النهاية. بوتسوغان تحاول، ولكن مراسيل تشق طريقها إلى الانتصار. تهانينا لهجن العاصفة، والتهاني موصول لحمد بن راشد بن غدير. بوتسوغان مع المركز الثاني لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راد المكتوم. المركز الثالث دمعة من هجن العاصفة. المركز الرابع اتصل فيه بشايل لسمو الشيخ حمدان بن راد المكتوم. والمركز الخامس ريمة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى، ولكن لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات وصول مراسيل إلى خط النهاية. تأتي بتوقيت زمني مقداره 9 دقائق 22 ثانية وخمس أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، والتهاني موصولة للواثق حمد بن راشد بن غدير. بينما اللي وصلت مع المركز الثاني تأتي بوتسوغان، تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق، أو بالتأكيد هذه هي لحظات الوصول 22 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، والتهاني لأبو حمد مسري بن سالم بن عرطي الحميري. بينما اللي وصلت مع المركز الثالث دمعة التابعة لهجن العاصفة، وانطلاقة المضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير 9 دقائق.